اليوم عن البدر العملاق اللي اقترب اليوم. ايش قصة البدر العملاق؟ هذه حالة ما تحصل الا تقريبا كل 70 سنة، وتحديدا كل 68 سنة، حالة نادرة ترى بالعين المجردة. وهذا على حسب ما قالت الجمعية الفلكية بجدة، انه سماء السعودية والمنطقة العربية راح تشهد اللي هو 14 نوفمبر 2016 هذا الحدث المدهش. فعشان كذا نطلع البر نعرف التفاصيل مع بعض. الأقمار العملاقة أو كما تسمى ببدر الحضيض تحدث سنويا، ولكن هذه السنة بتحدث بشكل أقرب وراح يكون أكثر تميز، لأن المدة الفاصلة بين وقوعه في مرحلة الحضيض وهي أقرب نقطة للأرض ومرحلة اكتمال البدر ساعتين ونص فقط. عشان كده حيبان القمر بشكل أكبر 14% زي ما احنا شايفين في الصورة، وحيبان أسطع بنسبة 30% من باقي أقمار البدر اللي حدثت في العقود السابقة. ألحقوا نفسكم على البر من الآن، جهزوا نفسكم، المنظر حيكون جميل جدا. بس أبغى أقول لكم أنه هذا الاكتمال متى حيصير؟ القمر حيصل لأقرب نقطة للأرض الساعة 2:21 دقيقة بعد الظهر بتوقيت السعودية اللي هو بدأ يعني، وبعد ساعتين و31 دقيقة راح يصير القمر لحظة اكتمال يعني تقريبا الساعة 4:52 دقيقة، يعني بعد 10 دقائق أظن 10 دقائق بتوقيت السعودية. الجدير بالذكر أنه القمر العملاق راح يشرق مع غروب الشمس وحيفضل مشاهدا طوال الليل بقبة السماء إلى شروق الشمس صباح اليوم التالي اللي هو يوم الثلاثاء. يعني عندكم من الآن إلى الشروق بإذن الله حتشوفوا القمر مكتمل بإذن الله. أكيد إن شاء الله، يلا نطلع لازم نشوفه بعد البرنامج على طول. عموما مشاهدينا خلونا نروح لخبرنا الثاني موجود معنا اليوم، فقرة الأخبار والمنوعات. وفي خبرنا إبداعات شبابنا وشاباتنا الموهوبين في مختلف المجالات لإبداع جديد، شقيقان سعوديان يتربعان على قمة يوسي ماس ومسابقة يوسي ماس العالمية واللي حصلوا عليها وحققوها الشقيقان السعوديان دعاء وكمان ضياء محمد يحيى آل مفرح من محافظة جدة، المركز الأول والثالث في المسابقة العالمية يوسي ماس في دورتها 21 والتي أقيمت في دبي، وحيث تنافس أكثر من 3000 طالب من 50 دولة على حل 2200 مسألة حسابية في 8 دقائق فقط. وطبعا بعد برنامج يوسي ماس المشهور ببرنامج عبقري الرياضيات، برنامج لتعليم الأطفال من عمر 5 سنوات إلى 12 سنة كيفية الحساب الذهني باستخدام العداد الصيني المعروف بالألاباكس طبعا. والجدير بالذكر واللازم نقوله أكيد في خبرنا اليوم، أنه دعاء تدرس وطالبة في الصف الثالث المتوسط بمتوسطة الموهوبات بجدة، وضياء أخوها أكيد بالرابع الابتدائي واللي قدروا يحصلوا على المركز الأول والثالث في مسابقة يوسي ماس العالمية، وصراحة يعني يرفع الراس ونتشرف بهم أكيد صخر في مختلف المجالات. بالتوفيق لهم ولكل المنجزين دائما وأبدا. وإلى خبر غريب من نوعه وكان بعنوان نمساوي يكسب معركة قضائية لتحول اسم عائلته إلى حمار وحشي أو زيبرا. إيش صاير في هذه القضية؟ نقول لكم الآن. كسب رجل النمساوي معركة قضائية استغرقت سنة كاملة للسماح له بتغيير اسم العائلة الخاص به إلى زيبرا أي حمار وحشي. كان هذا الرجال تقدم بطلب استئناف للمحكمة الدستورية النمساوية العليا بعد ما رفضت المحكمة في محكمة ثانية طبعا رفضت أنها تغير اسمه المقترح. كان جد هذا الرجال يعني جده لأبوه مو جد لأمه، غير اسم العائلة من زيبرا في الخمسينات من القرن اللي فات بعد ما كان هذا الاسم مستمر معاهم لهذه العائلة لقرون جدا طويلة. عشان كده حكمت المحكمة العليا بأنه الاسم هذا لابد أنه يعود أو يرجع قانوني تماما، ما في أي مشكلة. المحكمة طبعا اللي رفضت التغيير قبل هذه المحكمة الثانية ذكرت في حيثيات حكمها أنه لأنه زيبرا أحد الحيوانات اللي تعيش في السافانا الأفريقية فما ينفع أنه إحنا نعطيكم اختلاط الأسماء حيكون قوي جدا والزيبرا يعني الزيبرا حتزعل الزيبرا حتزعل حيزعل والله يعني الصراحة نعيش ونشوف. عموما خلونا نروح لخبرنا الأخير وخبرنا في الكثير من التكنولوجيا ولآخر التحديثات اللي نقدر نقول عليها، اللي شركة أبل حاليا بتجري سلسلة من التجارب لاختراع أو لإنزال ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإجراء مكالمات الطوارئ، وهي اللي قالوا عليها طريقة جديدة لإجراء مكالمات الطوارئ في آيفون. طبعا والميزة الجديدة حتضاف للتحديث الجديد لنظام iOS، وحيطلق على هذه الميزة اسم
SOS اللي تتيح للمستخدمين بإجراءات مكالمات طوارئ عبر الضغط على زر التشغيل طبعاً. وبعد وقالوا كمان بعد أن يضغط المستخدم على الهاتف 5 مرات يصل التنبيه إلى خدمة الطوارئ المعنية. ومن الموقع متوقع أنه تدخل الخدمة حيز التنفيذ في البداية في عدة دول مثل الولايات المتحدة وبلجيكا وفرنسا وكمان المملكة المتحدة واليابان. وإن شاء الله بانتظار أنه تنزل عندنا هنا بالسعودية قريبا. SOS من نحن صغار في أفلام الكرتون نشوفها معناها مساعدة أو هل بيكتبوها على الأرضية وكذا. عموما عندنا طرق كثير عشان نطلب فيها المساعدة، وهذه كانت نهاية أخبارنا اللي اليوم. نطلب منكم مساعدة أنكم تركزوا معنا في الفقرة الجاية وفي كل فقراتنا في ساعة شباب. شويتين وراجعين.